420 مليون يورو. في اطار قانون الاستثمار 420 مليون يورو مضى على اتفاقيه اطار بين وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه الجزائري. هذه الاتفاقيه المهمه تاتي في وقت كما ذكر الوزيران وقت تعرف فيها الشراكه الاقتصاديه بين الجزائر وايطاليا. Cerimonia per la firma dell'accordo tra il Ministero algerino dell'agricoltura e il gruppo italiano. إمضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة BF الإيطالية لتجسيد مشروع استراتيجي يدخل في إطار سياسة الجزائر لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. يتعلق المشروع المدمج بإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة تقدر ب 36 ألف هكتار بولاية تيميمون. سيامو فيليشي. نحن سعداء. نحن جد سعداء. كي الألجيريا سيا لا نازيوني كي فين دا سوبيتو ها كابيتو لامبورتانسا دي لافوراري كون كويستي موداليتا. نحن سعداء لأن الجزائر فهمت وأبدت استعدادها وأصبحت الدولة الأولى والرائدة للعمل معنا في إطار تجسيد هذا المشروع. Con la capacità che la storia, la cultura e il coraggio di questo popolo. وكذلك نظرا للمقاومات التي يزخر بها هذا البلد والشجاعة التي شجعت الشعب الجزائري. Noi e il popolo algerino speriamo di poter segnare una rotta a cui dar seguito e un esempio di sviluppo, di sicurezza alimentare, di autosufficienza e di valore rispetto all'alimentazione e alla prosperità dei nostri cittadini. وعن طريق هذا المشروع نحن اليوم سنقدم درسا ونموذجا للشراكة وخلق الثروة والإنتاج وخلق القيمة المضافة بين بلدينا في هذا عن طريق الإمضاء على هذا الاتفاق.